تقول أنها حامل ويحصل الاستفراغ خلال نهار رمضان، وأحيانا أحس بأنه يرجع شيء منه إلى البلعوم، فما حكم صيامي؟ صيام الصحيح القي يفطر صاحبه إذا استدعاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ذرع يعني غلبه، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء، اللي يروح يدخل مصبح يخرج هذا عليه القضاء. لكن عندنا مسألة أخرى يغلط فيها بعض الناس، يظن بعض الناس أن القيء إذا جاء في رمضان أن الإنسان لابد يرده، لابد يرده، هذا مو بصحيح. إذا جاء في رمضان فأنت لا ترده، خلط أنت لا تجفل عليه، لا تستثيره ولا ترده. أحسنت، هذا هو المفروض. نعم.